طب خلينا نرجع لفترة ما قبل انك تيجي مصر، ايه اللي خلاك تقرري تيجي مصر؟ حب عمري مات قبل يوم فرحي بيوم، فقررت انك تسيبي البلد كلها وتتحركي؟ نعم. طب ليه ما فكرتيش في اوروبا؟ يعني وبما انك كنت متابعه اكتر لبره وحابه الدنيا بره. كنت محتاجه اهلي، كنت محتاجه مامي، كنت محتاجه اهلي. محتاجه تيجي هنا؟ محتاجاهم. ولما جيتي دخلتي مسابقه ملكات الجمال؟ هي اللي دخلتها لي. مين؟ مامي. هي اللي دخلتك وما كسبتيها؟ ما كنتش مبسوطه لان انا ما كنتش بلبس كعب طول عمري، فدلوقتي لازم البس كعب. وقعت كتير قوي بقى. الكوزلوك ده اللي بتلبسوه الكبير والخوذه ولا بتاع، عايزين نعمل شعري بقى والبس كعب واعمل ست وكده. بس كانت اكسبيرينس جميله. ايه الحاجه اللي كانت في من طموحاتك لما جيتي هنا وما عملتيهاش واتاخرت لحد النهارده؟ ايه الحاجه اللي كنت رسمه تعمليها؟ اني اتجوز ويبقى عندي فاميلي. وما عملتيش كده عشان ما حدش يتقدم لي. وانت ما عجبتيش بحاجه؟ لا. على كل النجوميه والعلاقات، واكيد في ناس كتير بتحاول. يعني بص، انا بتصور، انا بتصور كتير محدش. قوي سيلفي، بس بعد السيلفي ما بشوفش حد. مش قصدي كده. اكيد فنانه حلوه ومعروفه ونجمه، وحياة ربنا ما بتعاكس حتى في الشارع. مش عارف دي نعمه ولا نقمه. في الشباب بيقول لي ده فنان، اقول لهم اهلا وسهلا. مفيش اي حاجه ثانيه. بس يعني انا عمري ما حد كلمني، عزمني على درينك، عزمني على عشاء، عزمني على، مفيش حد كلمني على فرح، على خطوبه، حتى من الناس اللي انا اشتغلت معاهم. لا، بتلاقي عمر ما حد كلمني عزمني على حاجه. انت عشان يا حوريه ما بتديش انطباع للي قدامك انك ممكن تبقي فريندلي. ازاي؟ لا، انا مفيش ممكن. ما اصل اكيد، اصل انت في الاخر ما حد يعني لو اسال الناس اللي انا شغاله. انا عارف، بس انت يمكن بعيده شويه. بعيده في ايه؟ بس بالنسبه يعني انا عمري ما بروحت عزوات، مش عشان حاجه، مش قصدي، بس انا الناس اللي توفت انا ما اعرفهاش، يعني انا ما اشتغلتش معاها. ماشي، اوكي، ده طبيعي. لما ده ما تعرفيهوش خلاص مش مطلوب منك تعملي تروح العزا. افراح في ناس اشتغلت معاهم ولا ما عزمونيش على فرحهم، على افراحهم. اعياد ميلاد محدش، ما فيش حد من الوسط بيرفع سماعه التليفون عليا يعزمني على حاجه. هي ما فيش غير مدام صفيه العمري حبيبه قلبي الهانم، يعني بتكلمني يوميا. دي القمر كله دي. وطبعا الجميله بلبله، طبعا نبيل عبيد. ده الجيل اللي بيكلمني كل يوم في التليفون، ونقعد وبنضحك وبنهزر. لا، ومدام ميرفت امين كمان طبعا. يعني بص، الجيل الهوانم ده، الهوانم ده هو اللي بيكلمني. يعني هم اللي كلموني، هم اللي لقوا رقم تليفوني، هم اللي حاولوا. يعني الناس اللي عندها رقم تليفوني اللي اشتغلت معاهم ما حدش كلمني، انما الناس اللي انا ما عمري ما شفتهم بقيتهم بيكلموني. اسمعي دي مادلين تابر، عايز اقول لك ان لطيفه بتكلمني من دبي بالساعات، مدام ميرفت امين، مدام صفيه العمري. حوريه، يمكن عشان انت مالكيش جيل كافحتي فيه. يعني دايما انا جيت على الجيل اللي هنا. جيتي على الجيل ركبتي على طول. يعني يمكن انت ما كافحتيش. يعني عشان كده بقول لك، انت بالنسبه لعدد السنين اللي اشتغلتيها، لو عديتي عدد الاعمال سواء سينما او دراما، لا، هي ما حدش عامل الريكورد ده في السنين دي. وكمان انا ما طلعتش مع حد. انت لما بقول لك انت يعني ما مثلتش مع نجم عشان اطلع. يعني هو كلمني شكرا، كلمني شكرا، كان غاده وعمرو عبد الجليل. وكان تاني اول بطوله ليا رد فعل انا وماني. صح. كف القمر. صح. في بقى عبد موتى والقشاش و قلب الاسد. قلب الاسد وقلب الاسد.